وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث التي قبلها في بيان شرعية الرجاء، وأن المؤمن لا ييأس، فإن فضل الله عظيم وكرمه عظيم وجوده كبير، فلا يليق ولا يجوز للمؤمن أن ييأس، بل يجب أن يحسن ظنه بربه مع العمل الصالح، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر لنا جميعا. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في الأخيار من عباده: إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالجدير بالمؤمن والمؤمنة حسن الظن بالله وحسن الرجاء والحذر من سوء الظن والقنوط، لكن لا يحمله ذلك على الإصرار على المعاصي، هذا غرور. بل مع الرجاء يجب الخوف ويجب الحذر وعدم الإصرار على الذنوب، تجب التوبة منها. هكذا كان الصالحون، وهكذا كان الأخيار من الأنبياء والصالحين، إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، راب الرجاء ورابا خوفا. هذا هو الواجب: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، ما قال فليفرط، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر لكم جميعا إنه الغفور الرحيم. ثم قال بعده: وأنيبوا إلى ربكم. مع التوبة الإنابة والجد في العمل، هكذا يكون المؤمن. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه ذات يوم، قال: أترضوا أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبروا. قال: أترضوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا. قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أمة محمد المؤمنين يرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة، لأن المشركين ما لهم حد. المؤمن في المشركين كشرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو العكس. المشركون لا يحصيهم من الله كثرة. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالواجب عليك يا عبد الله أن تحسن الظن بربك وأن تحسن الرجاء وأن تعمل، وقل اعملوا، لا بد من عمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فالواجب الحذر من الغرور، والواجب الحذر من الإصرار على السيئات، والواجب البدار بالأعمال الصالحات.
الحديث الثاني أنه يعطى كل مسلم زكاة كله من اليهود والنصارى، لأن المسلمين هم أهل الجنة، فيكون فكاكهم بعددهم من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة الذين يخلدون في النار بأعمالهم الخبيثة، فتكون المنازل المعدة للمؤمنين لو كفروا في الجنة في النار تكون للكفرة، يحل محلهم الكفرة لأنهم آمنوا ووقاهم الله شر جهنم، فيكون هؤلاء بدلا منهم في صلي النار، نسأل الله العافية. كذلك يدين الرب جل وعلا عبده المؤمن حتى يقرره بذنوبه ويضع كنفه عليه ويقول أتذكر ذنب كذا وكذا وكذا، فيقول نعم، فيقول لي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. هذا فيه أنه سبحانه يدني عبده المؤمن، وهذا إدناء يليق بجلاله، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه، لا يعلم كيفية الإدناء ولا كيفية وضع الكنف إلا هو سبحانه، نؤمن به ونمره كما جاء، ولكنه فضل المؤمن في فضيلة ومنقبة للمؤمنين أن الله يدني عبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويغفرها له، إما لعمله الصالح العظيم وإما لتوبته وندمه وإقلاعه، فالذنوب تغفر إما بعفو الله لأعمال صالحة وإما لتوبة صادقة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو سكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، والله يغفر لمن يشاء ويعفو عمن يشاء بأسباب كثيرة من عمله الصالح وتوبته الصحيحة ومن دعاء إخوانه المؤمنين واستغفارهم له ومن صدقاته وإن غير هذا من أعمال صالحة، وعفو الرب وراء ذلك جل وعلا، عفوه وفضله سبحانه وتعالى، وفق الله الجميع. الإمام النووي يقول معنى الكنف يعني الستر والرحمة. الله أعلم كيفية سبحانه وتعالى. أحسن يا شيخ، أحد الإخوة بيسأل يقول كان مسافرا وأدركه الصلاة مع الجماعة، الصلاة الرباعية، صلى ركعتين وجلس ولم يقم مع الإمام حتى تم الإمام الركعة الرابعة، سلم الإمام ثم سلم معه، يقول ما فيه هذا، هل صحيح؟ عليه يقضي لأنه غلط، واجب عليه الإتمام، يعيدها عندها أربعة لأنه واجب عليه أربعة. أحسن الله عملك شيخ، بعض من يتبع بعض الطرق أحسن الله عملك إذا مات عندهم ميت يدفعون مبلغ لمشايخهم، أحسن الله عملك، ما توجيهكم أحسن الله عملك شيخ؟ يدفعون مثلا المتوفي عندهم يدفعون لمشايخهم مبالغ، يقول اسمه فكوك من النار، هذه ما لها أصل، يصدق إذا كان عندهم خير يصدقون على الفقراء، هذه من أسباب الخير، يصدقون على الفقراء، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار، أما يعطوا مشايخهم ما لها أصل، هذه من خرافاتهم، لكن إذا كان عندهم خير يصدقون على الفقراء والمساكين عن ميتهم. أحسن الله عليك.